بالنسبة للسودان ومصر، المخايف الآنية اللي بتواجههم مصر بتواجه، أو المخاوف الأساسية هي حول فترة الجفاف الطويلة، والسودان مخاوفه الأساسية الإقراق، لأن السودان عنده أكثر من مصدر للمياه، والسودان تضرر في كل عمليات الفيضانات الكبيرة، هو قاعد تضرر في مسألة الفيضانات، وعنده كم مصالحه وأكثر من 20 مليون مواطن وعلى على النيل على النيل. دي نقطة. النقطة الثانية إنه السودان لما وصل الآن إلى مجلس الأمن الدولي، وصل عبر سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية، سواء كان على المستوى الأفريقي ولا الجلسات اللي كانت مثلا في كينشاسا، المجتمع اللقاء الرباعي اللي كان فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وقبله كان اللقاء الأول اللي كان في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية رفضت أثيوبيا. هذه كلها محاولات من الدبلوماسية السودانية بحيث أن الحلول تكون حلول في البيت الأفريقي وحلول في الممكن، ولكن الآن اعتقد أنه الأمر وصل إلى مجلس الأمن الدولي، وسبقته حملة إعلامية وحملة دبلوماسية وسياسية كبيرة جدا. والآن الأمر هو لماذا تتخوف أثيوبيا من مجلس الأمن وتتخوف من يعني اللجنة الرباعية أو اللجنة الخماسية؟ أثيوبيا الشاهد في الأمر أنه موقفها الداخلي هو اللي بحدد موقف السياسة الخارجية والدبلوماسي. أزمة الداخلية نفسها هي اتخذت من السد كدعاية وكتعبية سياسية، وهي قادمة أيضا على انتخابات عشان تتماسك داخليا في قادمة أيضا على انتخابات. نعم هذه هي الموقف الأساسي. تقصد بأن نتائج الانتخابات هي من ستحدد؟ نعم، متى ما استغرت أثيوبيا ومتى ما استغر وضعها السياسي أكيد سوف تتغير نظرتها بالنسبة لسد النهضة، لأنه السودان الآن هو يعني من كل المشاكل اللي داخل أثيوبيا هو المتضرر الكبير جدا منها.